كتاب مقبرة الأئمة لمؤلفه خالد بن سليمان الخروصي يعد الكتاب الأول من نوعه الذي يسلط الضوء على مصدر مهم من مصادر التأريخ العماني، وهي شواهد القبور. ونظرا لحاجة التأريخ العماني لمثل هذا النوع من المصادر التي أحجم عن خوض غمارها معظم المؤرخين والكتاب في التاريخ العماني، قرر الباحث خوض غمار هذا المصدر، فكان نتاج جهده كتاب مقبرة الأئمة، حيث نقل الكاتب بين دفتي هذا الكتاب ما كتب على شواهد قبور هذه المقبرة التي تقع في ولاية نزوى، حيث أماط اللثام عن مصدر هام وموثوق من مصادر التأريخ العماني. وتعتبر مقبرة الأئمة من أهم المقابر بعمان، إذ تكمن أهميتها في الكم الكبير من الأئمة والأعلام الذين دفنوا بها، والذين شاركوا في توجيه مسيرة التاريخ السياسي والحضاري والاقتصادي والفكري لعمان عبر قرون طويلة. وقد نوه الكاتب في مقدمة كتابه إلى أهمية نفض الغبار عن المصادر العمانية التي لم تستغل حتى الآن، كشواهد القبور والكتابات التاريخية على الصخور وجدران المساجد وعلى أسطح القبور والبيوت القديمة وغيرها. حوى الفصل الأول من الكتاب على معلومات عامة عن مقبرة الأئمة، كموقعها، مساجدها، آبارها، المقابر الخاصة التي تحتويها، والمدفونين في المقبرة، وغيرها من المعلومات العامة المهمة. أما الفصل الثاني فقد شمل على الأئمة المدفونين في المقبرة، وعددهم 16 إماما، ويشكلون ما مجموعه ربع أئمة عمان تقريبا، ومن هنا أتت تسمية هذه المقبرة. ويظهر هنا بعض الشواهد للأئمة الذين دفنوا في هذه المقبرة، كقبر الإمام عبد الملك بن حميد العلوي المتوفى في العام 226 للهجرة، وقد اطلع الباحث على اسمه من خلال بقايا شاهد قبره المكسر والمنزوع من مكانه، وقبر الإمام ناصر بن مرشد بن سلطان اليعربي الذي بويع بالإمامة سنة 1024 للهجرة وتوفي في العام 1059 للهجرة، وقبر الإمام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي الذي بويع بالإمامة سنة 1050 للهجرة وتوفي سنة 1090 للهجرة، وقبر الإمام محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي الخروصي الذي بويع بالإمامة سنة 1338 للهجرة وتوفي سنة 1373 للهجرة. وقد قامت الجهات المعنية بترميم الشواهد القديمة لهؤلاء الأئمة الثلاثة. وشمل الفصل الثالث من الكتاب على العلماء المدفونين في هذه المقبرة، وقد تم إضافة 54 عالما وشيخا يدخلون التاريخ العماني للمرة الأولى، إذ لم يسمع بهم أحد من قبل، كقبر الشيخ ناصر بن سيف بن علي بن جاعد السيفي، حيث يظهر على شاهد قبره بعض الكتابات والزخرفة، وقبر الشيخ المكرم عامر بن محمد بن عامر العوفي العقري النزوي، حيث يحتوي شاهد هذا القبر على 9 أسطر تفصل بينها خطوط، وقد أطرت الكتابة بإطار على شكل مثلث. وتناول الفصل الرابع العالمات والشيخات اللواتي دفن في هذه المقبرة، وبلغ عدد اللواتي دخلن تاريخ سير للمرة الأولى 29 عالمة وشيخة، إذ لم يذكرن في كتب المراجع والمصادر المختلفة، كقبر الشيخة سالمة بنت عبد الله بن أحمد العلوية العقرية النزوية، وقبر الشيخة راية بن سعيد بن أحمد المفضلية. أما الفصل الخامس والأخير من هذا الكتاب فيحتوي على الآيات القرآنية الكريمة والقصائد الشعرية والأوقاف التي وجدت على شواهد هذه القبور، كهذه الأبيات التي وجدت في أحد الشواهد: ما لنا لا نأمن المنايا كأنا لا نراهن يهتدين إلينا عجبا لامرئ تيقن أنا
الموت حق فقر بالعيش عينا.